عندنا الحين اول شيء يتكلم عن خلينا نقول ما هي اسباب الامراض الالتهابات اللثه وعماول اللي تؤدي الى يعني شده التهابات اللثه. احنا عندنا السبب الرئيسي اللي احنا تكلمنا عنه اللي هو البلاك، وهو سببه من البكتيريا. هذا هو السبب الرئيسي، ترسب طبقه البلاك والجير. كذلك من العوامل عندنا العمر، فكل ما الواحد يتقدم في العمر كل ما يكون عنده عرضه انه يكون عنده التهابات اللثه اكثر من تسوس الاسنان. احنا بطبيعه الحال كبير اللي في السن حريص على انه ينظف اسنانه، المضمضه، غير الطفل يمكن يكثر من مثلا اكل الحلويات والامور هذه، فتزيد عنده نسبه التسوسات اكثر من التهابات اللثه. كذلك من العوامل اللي تزيد من حده الالتهاب اللي هو التدخين، وبعض الدراسات تشير ان كذلك من العوامل اللي هي تكون امور جينيه وراثيه في الانسان. من العوامل الأساسية عندنا بالإضافة إلى التدخين عندنا داء السكر، وهذه في علاقة يعني وطيدة وعكسية أو متلازمة بين التهابات اللثة ومرض السكر. فمريض السكر عرضة أنه يكون عنده التهابات اللثة، والتهابات اللثة قد تؤدي إلى مثلا يعني خلينا نقول تفاقم مرض السكر. فضرورة أنه يعني مريض السكر أنه يفحص عند يعني أخصائي اللثة وطبيب الأسنان عشان ما تتفاقم عنده مشاكل اللثة. الأعراض سمحت الله أعراض التهابات اللثة تكون يعني أشهرها وأوضحها عند المريض اللي هي نزيف اللثة. فالمريض ساعات يقول إذا قعدت من النوم أحس فيه مثلا يطلع مثلا دم عزكم الله يعني، أو فيه مثلا ريحة غير طيبة، أو مثلا والله حتى لو كانت مثلا التفاحة أحس يطلع معي دم فيها يعني. فهذه أشهر يعني عرض من الأعراض التهابات اللثة. كذلك انحسار اللثة، تبدأ اللثة تتراجع يعني. والسبب الأخير عندنا رائحة الفم الكريهة، لأن هذا تصير من تراكم طبقة الجير فترة طويلة، وفي بعض الحالات تبدأ تطلع عندهم يعني الأورام اللي هي نحن نسميها القيح اللي يطلع من أنسجة اللثة.